بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الثانية من محاضرات الرياضة، المحاضرة بعنوان المحددات. عايزين نعرف ايه هو المحدد وازاي بنجيب قيمته وكمان ازاي بنستخدم المحددات في حل المعادلات. مع بعض تعريف المحدد. تعريف المحدد انا هقراه قدامك وركز فيه شوية، بس مش معنى كده ان انا بجيب سؤال نظري يقول لك عرف المحدد، لان الامتحان ما فيهوش نظري، الامتحان ما فيهوش نظري. المحدد ده بيبقى عبارة عن مجموعة ارقام مترتبة في شكل صفوف واعمدة وموضوعة بين خطين رأسيين متوازيين، بس في شرط ان لازم عدد الصفوف يساوي عدد الاعمدة. تعال نشوف انواع المحددات. محدد درجة تانية. ليه سموه درجة تانية؟ عشان فيه صفين وعمودين. تعال نقرا كده المحدد ده. في عندك 5 3، دي كده اول صف. في 4 سالب 2، ده الصف التاني، يبقى عدد الصفوف 2. الصفوف دي ماشية مع السطر بتاع الكراس بتاعك. طب الاعمدة ماشية بالعكس، في اول عمود مكتوب 5 وتحتها 4، تاني عمود مكتوب 3 وتحتها سالب 2. فالمحدد ده اذا في صفين وفي عمودين، عشان كده بيسموه محدد درجة تانية. طب دي في محدد من الدرجة التالتة، ده بيبقى عبارة عن ايه؟ ده محدد فيه 3 صفوف و3 اعمدة. زي ما انت شايف قدامك 3 صفوف اهمت. اول صف فيه 5 سالب 1 2، تاني صف فيه 4 3 5، تالت صف فيه 0 7 3، وفي نفس الوقت فيه 3 اعمدة، 5 4 0 سالب 1 3 7 2 5 3. لاحظ هنا ان عدد الصفوف 3 وعدد الاعمدة 3، عشان كده سموه محدد درجة 3. طيب دلوقتي بقى عايزين نفكر ازاي نلخص ال9 ارقام دول او ال4 ارقام في المحدد اللي قبليه. ازاي نجيب قيمة المحدد؟ ازاي نلخص كل الكلام ده في رقم واحد؟ فده اللي احنا دلوقتي هندرس النقط ديت. اول نقطة مفكوك الدرجة التانية، يعني ازاي نلخص محدد الدرجة التانية ونخليه رقم واحد. مفكوك الدرجة التالتة، ازاي نلخص محدد الدرجة التالتة في رقم واحد. بعد كده في حتة في اخر المحاضرة اللي هي حل المعادلات الخطية باسلوب المحددات. دي طريقة ابتكرها عالم اسمه كرامر، حل المعادلات الخطية بالمحددات. هنشوف يعني ايه معادلات خطية وازاي بتتحل بالمحددات. طيب تعال نشوف مفكوك محدد الدرجة التانية. مفكوك المحدد عبارة عن قيمته، وبنرمز ليها بالرمز دلتا. يمكن الرمز ده انت بتشوفه كتير، اللي هو رمز المثلث ده. على سبيل المثال لو عندك محدد درجة تانية بالشكل ده، في صفين وعمودين، الصف الاول 4 2، الصف التاني 5 3، العمود الاول 4 وتحتها 5، العمود التاني 3 وتحتها 2. بيروحوا يسموا ال4 3 دول القطر الرئيسي. القطر الرئيسي ده جاي من اعلى اليمين لاسفل الشمال. 2 5 ده القطر اللي ماشي بالعكس، ده بيسموه القطر الفرعي، جاي من اعلى اليسار الى اسفل اليمين. قيمة المحدد بتساوي ايه بقى؟ وايه علاقة الكلام ده بالاقطار؟ تعال احفظ معايا القانون ده. قيمة المحدد بتساوي حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الفرعي. وخد بالك من اشارة ناقص اللي جوه القانون. طب تعال نطبق على الارقام اللي قدامنا. دلتا تساوي 4 في 3، ده القطر الرئيسي حطيته في اقواس، ناقص بتاعت القانون القطر الفرعي 2 5. ببساطة بمجرد النظر 4 في 3 ب 12، ناقص 5 في 2 ب 10، 12 ناقص 10 يبقى 2. الاتنين دي هي قيمة المحدد، هي المفكوك بتاعه. لخصنا ال4 ارقام اللي جواه في رقم واحد. اتمنى يكون القانون اتحفظ. هتقولي طب وانا في الامتحان هكتب القانون ده قبل ما احل؟ اقول لك لا، انت في الامتحان بتقول على طول دلتا تساوي 4 في 3 ناقص 5 في 2، يبقى انت كده الجزء الوحيد اللي ما بتحطش فيه قوانين وبتعوض فيه على طول هو الجزء ده. مش لازم تكتب القانون دوت الطويل دوت، اكتب على طول التعويض. تعالى نشوف مسألة تانية.
اوجد مفكوك المحددات الاتية. دول مسألتين في بعض. المسألة الاولى اللي هي رقم الف عاوز الدلتا، فبروح اضرب الرئيسي ناقص الفرعي. الرئيسي اللي هو سالب 2 4، فهحطهم بين اقواس عشان ده الرئيسي لازم احافظ عليه بين قوسين، ناقص بتاعت القانون. بعد كده افتح قوس عشان احط الفرعي اللي هو سالب 5 في 1. طبعا في ناس هتشوف الاشارات ايه تتخض وتقول لك يعني احنا هنرجع تاني لسالب في سالب بموجب وموجب في سالب. اقول لك لا، عشان ما تزعجش نفسك دخل الحاجات دي على الآلة زي ما هي كده. يعني امسك الآلة وافتح قوس واكتب جواه سالب 2 في 4 واقفل القوس، بعد كده اكتب سالب كمان مرة سالب 5 في 1 واقفل القوس. نفس الشكل اللي عندك ده دخله على الآلة زي ما هو ودوس على علامة يساوي، هيطلع لك سالب 3. ومش لازم الخطوة اللي في النص دي اللي هي بتاعت القوس ده ادى كام والقوس ده ادى كام، مش لازم اقعد اقول بقى ايه سالب 2 في 4 سالب في موجب بسالب واقعد ايه ازعج نفسي. لا، الالات الحاسبه دلوقتي سهلت علينا ان انا ادخل السطر ده كله، بس بشرط ادخله باقواسه وادخله باشاراته بطريقه صحيحه، وكل شويه ابص على الاله اشوف كتبت ايه فوق. لو لقيت اجابتك طلعت سالب 3 زي دي يبقى انت كده ايه ما عندكش مشكله. بالنسبه للمساله ب سبتها واجب وهتطلع الاجابه النهائيه بتاعتها سالب 14. طيب يبقى بكده خلصنا قصة الدرجة الثانية. تعال نشوف ملحوظة كده صغيرة على الدرجة الثانية، انه ساعات يديك محدد درجة ثانية بس حاطط لك جواه س مجهولة، وفي الناحية الثانية بيقول لك بيساوي 9 او بيساوي اي رقم في الدنيا. محدد اللي قدامك ده س 2 وبعد كده 3 5 بتساوي في الناحية الثانية 9. طريقة التعامل مع المحدد ده ايه هي؟ قال لك والله انت عندك معادلة. جبت الكلام ده منين؟ قال لك اصل في الطرف ده محدد وفي الطرف الثاني التسعة. التسعة دي الطرف ده مش هنعمل فيه حاجة بتاع التسعة، لكن الطرف بتاع المحدد ممكن نعمل فيه، نعمل فيه ايه؟ نفك المحدد بالقاعدة بتاعته اللي هي اضرب س في 5 تطلع ب 5 س. ناقص بتاعت القانون 2 في 3 ب 6. فكده يظهر لك 5 س ناقص 6 بتساوي 9. هتروح تودي السالب 6 الناحيه الثانيه، فعشان تعدي من الاشاره تعدي هتغير اشارتها عشان تعدي من علامه يساوي. يبقى 5 س هتساوي 9 تتجمع على 6 يطلع 15. نقسم الطرفين على 5 هتطلع لك الس ب 3. يبقى انت كده حليت المساله وطلعت قيمه س زي ما هو طالب منك. اوجد قيمه س في المحددات الاتيه. في مساله جنبها انا سبتها لك واجب فيها س مجهوله والحل هيطلع في الاخر 7.5. بناخد بالنا من مسائل المحاضرة ومسائل الواجب، لأن عادة بيبقى الامتحان من المسائل بتاعة الواجب وبتاعة المحاضرة. طب نروح بعد كده نشوف بقى قصة الدرجة الثالثة. بالنسبة لمفكوك محدد الدرجة الثالثة، المحدد ده زي ما انتم فاكرين فيه ثلاث صفوف وثلاث أعمدة، فعشان نفكه بنفكه بطريقة اسمها طريقة كرامر. سمعنا الاسم ده من شوية. تعالى كده نشوف خطوات الحل. اول خطوة تروح تختار احد الصفوف او احد الاعمدة، ويفضل ان احنا نختار الصف الاول. هو كان زمان يقولوا لنا يفضل اختيار الصف اللي فيه اصفار، بس انا مش عاوز اتعبك وان انت تروح تتحرك في اكتر من مكان. هتقول لي يعني انت لو اخترت صف من الايه من الصفوف، ما انا عندي ثلاث صفوف عشان ده درجة ثالثة، لو اخترت صف اول هيدي نفس الاجابة اللي يديها الصف الثاني، هيدي نفس الإجابة لو اخترت الصف الثالث؟ اه هيدي نفس الإجابة. طيب هنختار أحد الصفوف. بعد كده بنروح نجيب المحدد، وكلمة محدد دي اللي هو التصغير بتاع كلمة محدد. بروح أجيب المحدد بتاع كل عنصر. أنا عندي ثلاث عناصر، يبقى أنا كده هجيب ثلاث محددات. بجيب محدد كل عنصر من عناصر الصف أو العمود المختار، وذلك بشطب الصف والعمود الواقع فيهما العنصر. يبقى المحدد تعريفه هو المحدد اللي بينتج من تجاهل الصف والعمود الواقع بهما العنصر. طب الكلام دوت عشان ما نسيبهوش ونتنقل للخطوه اللي بعد كده، تعال نشوفه بيتطبق ازاي. انا بدي المثال ده على الخطوه الثانيه مش على مساله كامله، انا عشان اوضح الخطوه الثانيه يعني ايه كلمه محدد.
بفترض في المثال ده ان عندي محدد زي ما انتم شايفين في ثلاث صفوف وفي ثلاث اعمدة. لو انا رحت اخترت الصف الاول اللي هو فيه 3 و2 و-2، عاوز بقى اروح اجيب المحدد بتاع كل واحد منهم، محدد الثلاثة ومحدد الاثنين ومحدد السالب اتنين. سهلة، بقول له محدد الثلاثة بجيبه عن طريق ان انا اتجاهل الصف اللي هي وقع فيه والعمود اللي بتقع فيه، فبتجاهل الصف الاول وتجاهل العمود الاول. يتبقى لك ايه؟ لما اشطبهم، انا مش بشطبهم يعني امسك السيكة وامسحهم، لا، اشطبهم يعني اتجاهلهم، بتجاهل الصف اللي بتقع فيه الثلاثة والعمود اللي بتقع فيه الثلاثة. يتبقى لك 6 وجنبها 4 و8 وجنبها 7، فباخدهم بالترتيب زي ما هم واحطهم في محدد جديد يكون صغير لان العناصر دي عددها 4، فده محدد نتج من الدرجة التانية، بيسموه محدد ليه؟ لانه تصغير من المحدد الكبير. طب تعال نجيب محدد الاثنين اللي هي جنبها، بشطب الصف بتاع الاثنين والعمود بتاعها، يعني بتجاهله، مش بشطبه يعني امسحه باستيكة، لا، اتجاهل صفها واتجاهل عمودها. يتبقى ايه؟ يتبقى 5 و4 و1 و7، يتحطوا في محدد صغير اسمه المحدد. السالب اتنين اللي هي اخر حاجة، اتجاهل صفها وتجاهل عمودها، يعني اتجاهل التلاتة والاتنين والسالب اتنين وتجاهل العمود اللي هو سالب اتنين اربعة سبعة. فلما اتجاهل الصف والعمود يتبقى لي 5 و6 و1 و8، احطهم في محدد. يبقى انا كده وضحت يعني ايه كلمة محدد اللي ورد ذكرها في الخطوة التانية. طب تعالى نستأنف مع بعض بقية الخطوات بتاعت الحل. نستأنف مع بعض الخطوات كالآتي: الخطوة الأولى كانت اختيار أي عنصر، اختيار أي صف أو أي عمود يعجبني. الخطوة الثانية إن أنا أجيب المحددات بتاعة الصف المختار أو العمود المختار. الخطوة الثالثة أطبق قاعدة الإشارات الخاصة بعناصر الصف أو العمود المختار. يعني مثلا لو أنا اخترت الصف الأول عشان أحل بيه، إشاراته هي موجب سالب موجب. لو واحد راح اختار الصف الثاني عشان يحل بيه، اشاراته سالب موجب سالب. لاحظ قاعدة الاشارات بدأ بموجب وبتنتهي بموجب. نظامها ايه؟ ان ما تلاقيش 2 موجب ورا بعض، ولا 2 سالب ورا بعض، ولا 2 سالب تحت بعض ولا فوق بعض. فهي ماشية كده اشارات ترددية، موجب سالب موجب سالب موجب سالب. حفظها سهل. انا لما اثبت نفسي على الصف الاول فدايما بختار التلات اشارات دول، موجب سالب موجب. طيب الخطوة التالتة بتاع قاعدة الاشارات. الخطوة بقى الأخيرة فيها القانون بتاع الفك. القانون بقى اللي هو بيجيب لي قيمة المحدد، بيقول لي اضرب كل عنصر من عناصر الايه؟ الصف المختار. اضرب كل عنصر في محدده مع اتباع قاعدة الإشارات. يراعى اتباع قاعدة الإشارات. كده هتقدر تجيب قيمة المحدد. طب تعالى نشوف مسألة عشان ننفذ عليها الخطوات الأربعة. اوجد مفكوك المحدد الآتي. مديني محدد من الدرجة الثالثة زي ما انتم شايفين، في 3 صفوف و3 أعمدة. هقول له ان انا هفك باختيار عناصر الصف الاول اللي هم 2 4 6. القانون بيقول ايه بقى؟ دلتا تساوي مجموع حواصل ضرب كل عنصر في مرافقه مع مراعاة الاشارة، مرافقه اللي هو محدده يعني. فبقول له الاثنين اللي في الاول هتاخد من القاعدة اشارة موجب. الاثنين دي اشارتها موجبة، وهنضربها في المحدد بتاعها، محددها اللي هو بينتج من تجاهل صفها وعمودها. فيبقى لي لما تجاهل الصف الاول والعمود الاول يتبقى لي 2 3 4 9. بعد كده اروح للعنصر الثاني اللي هو الاربعة، اخدها باشارتها بتاعت قاعدة الاشارات اللي هي السالبة، يبقى سالب 4 في محددها اللي بينتج من شطب صفها وعمودها، يبقى هشطب 2 4 6 وهشطب عمودها اللي هو 4 2 4، يبقى لي 3 1 3 9 اللي بكتبهم في المحدد الصغير. اخر عنصر الستة جايه له اشارة موجب من قاعدة الاشارات، وهيتضرب في محدده اللي هو بينتج من شطب صفه وعموده، فيبقى لي 3 1 2 4. كده يبقى انت حولت المحدد الكبير اللي هو 3 في 3 حولته لمحددات صغيرة، محددات صغيرة 2 في 2، محددات درجة تانية. انت عارف ازاي بتتفك. فبنبدأ نقول له الاثنين اللي هي بدايتنا هتتضرب فيه، وابدأ فك 2 في 9 ناقص 3 في 4، 2 في 9 ب 18،
ناقص 3 في 4 ب 12. بعد كده ناقص 4 تنزل وافتح جنبها قوس هيتضرب فيها وابدا افك المحدد الصغير اللي جنبها، 3 في 9 ب 27 ناقص 3 في 1 ب 3. بعد كده زائد 6 تنزل في محددها اللي هو عباره عن 12 ناقص 2، ال 12 جت منين؟ 3 في 4 ناقص 2 في 1، رئيسي ناقص فرعي. بردك بطمنك لو انت قلقان من الناتج الاخير، طالما الدنيا كلها ارقام في بعضها كده ما فيهاش فيها سينات، امسك الاله الحاسبه بتاعتك ودخل كل السطر ده على الاله باقواسه باشاراته، يعني قول له على الاله كده 2 افتح قوس 18 ناقص 2 ناقص 4 في افتح قوس 7 27 ناقص 3 زائد 6 في افتح قوس 12 ناقص 2. خلي عندك طولة بال وانت بتكتب الحاجات دي على الآلة ودوس علامة يساوي يطلع لك النتيجة سالب 24. ضروري تمسك الآلة بتاعتك وتحاول تحل المسألة دي تاني عشان تتأكد انك بتوصل لنفس. طب نشوف مسألة، نشوف مسألة تانية على مفكوك المحدد بتاع الدرجة الثالثة. المسألة دي بتقول لي اوجد مفكوك المحدد الآتي ومديني محدد 3 في 3 محدد من الدرجة الثالثة. بروح انا زي ما اتعودت اختار عناصر الصف الاول لان اشاراتها محفوظة، موجب سالب موجب، فبختار عناصر الصف الاول اللي هي 2 5 سالب 1. خلي بالك من سالب 1 ده هيأثر علينا ازاي. الاثنين هتتضرب في المحدد بتاعها عادي مفيش مشكلة. الخمسة هتاخد إشارة سالبة من قاعدة الإشارات وتروح تضرب في محددها عادي مفيش مشكلة. السالب واحد اللي في الآخر قاعدة الإشارات بتقول له هديك موجب، فيقول لها حاضر، بس احنا عارفين ان موجب في سالب بإيه؟ بسالب، فينزل جنبيه إشارة سالبة أيضا. ففي الحالة دهيت بروح بقى أضرب كل عنصر في المفكوك بتاع المحدد الصغير اللي جنبه مع مراعاة الإشارات، رئيسي ناقص فرعي زي ما انا حكيت في المسألة اللي قبلها. هتروح تاخد السطر ده كله وتدخله على الآلة الحاسبة وتدوس يساوي يطلع لك 14. ممكن السطرين اللي هم قبل الناتج النهائي اللي هم بتوع السطر بتاع 8 زائد 6 والسطر اللي قبله 2 في 4 و5 في 0، ممكن السطرين دول ما اكتبهمش واقول دلتا تساوي كذا على طول. ليه؟ لان انا دخلت الارقام صح على الآلة. لو عملت كده وطلعت معاك زي ما الناتج ده طلع 14 يبقى انت كده ايه، ما عندكش مشكله في الموضوع دوت. طب يبقى ضروري انك تمسك الاله الحاسبه بتاعتك وتجرب نفسك ازاي توصل لنفس القيمه اللي في المحاضره. تعال نشوف مع بعض مساله كمان على الدرجه الثالثه، مساله فيها محدد وجواه سين مجهوله. طالما في س مجهوله لازم الموضوع ياخد شكل معادله، فعشان كده حط علامه يساوي ودخلنا في معادله، قال الكلام ده كله بيساوي صفر. طيب معادله يعني ايه؟ يعني طرف ايمن وايسر وبينهم يساوي. الطرف بتاع الصفر ما فيهوش اي شغل، ولكن الطرف اللي فيه المحدد اللي هو الطرف الايمن فيه شغل. ان لازم افك المحدد دوت درجه ثالثه، بفكه باختيار عناصر اي صف يعجبني، فبختار عناصر الصف الاول عشان انا حفظت اشاراتها خلاص، موجب سالب موجب. فبروح اضرب كل عنصر في محدده وبتعامل مع السين معامله عاديه جدا زيها زي اي رقم في المساله. فمثلا لما اجي اروح للخمسه اشطب الصف بتاعها واشطب العمود بتاعها، صفها 2 5 3 يتشطب، عمودها 5 7 9 يتشطب. يتشطب يعني يتم تجاهله، فيتبقى لك س وتحتها 6 و9 وتحتها 15. عايزين نجيب المحددات امرها بسيط. بعد كده بتروح بقى سعادتك تضرب كل عنصر في المحدد الصغير اللي جنبه مع مراعاة الاشارات. فبروح اضرب 2 في افتح قوس 105 ناقص 81 ناقص 5 بضربها في افتح قوس س في 15 ب 15 س ناقص 6 في 9 ب 54. بعد كده زائد 3 تنزل في بين قوسين س في 9 ب 9 س
ناقص 42، ايه الكلام ده كله؟ بيساوي صفر. ابدأ اختصر الحاجات اللي جوه الاقواس، فاروح اطرح 105 ناقص 81 دي بتقبل الطرح. ليه؟ عشان دول ارقام ما فيش معاهم سينات، يتبقى 24، يبقى 2 في 24. الناقص اللي بعد القوس تنزل عندي 5، هتخش على القوس دوت، بس القوس ده فيه حدود غير متشابهه، فالخمسه لازم تخش على ده لوحده وده لوحده، بس بشرط وهي داخله تخش بالاشاره السالبه اللي قبلها. فانا بالعربي كده هضرب سالب 5 مره في السالب 15 س ومره في السالب 54. فلما اضرب سالب 5 في 15 س يطلع سالب 75 س، ولما اضرب سالب 5 في سالب 54 تطلع موجب 270. ازاي طلعت موجب؟ لان سالب في سالب بموجب. بعد كده اكمل التلاتة تروح تخش على القوس الاخير، فالتلاتة تروح تضرب في 9 س وتضرب في السالب 42. ليه؟ اصل التلاتة دي المفروض تخش على القوس كله، ما تخش على اول حاجة بس، زي ما يكون في اشارة قبل القوس تخش على كل القوس، الاشارة دي تخش على كله. فتروح تضرب 3 في 9 س تطلع 27 س، وتضرب 3 في سالب 42 تطلع سالب 126. بعد كده علامة يساوي تنزل والصفر ينزل. بتروح بعد كده تفك الاقواس عشان تجمع السينات مع بعض والارقام مع بعض. ايه اللي ينتج معاك؟ هينتج معاك في الاخر ان السينات لما اتجمعت مع بعضها طلعوا سالب 48 س، والارقام لما اتجمعوا مع بعضهم طلع موجب 192، بتساوي صفر. في كل مرة بتنزل الصفر في كل خطوة، هتروح تودي ال 192 دي الموجبة الناحية التانية عشان تبعدها عن السين، فلما تروح تروح بإشارة مخالفة سالب 192. هتروح بقى تقسم الطرفين على سالب 48 عشان تتخلص من الحاجات اللي جنب السين، ويطلع لك السين بس في طرف، فتطلع قيمة السين بتساوي 4. بكده يبقى احنا خدنا فكرة جديدة في الدرجة الثالثة، ازاي لما تكون سين مجهولة جوه المحدد افك المحدد عادي بالسين بتاعته، وازاي افصل سين في طرف والارقام في طرف. تعال بقى نشوف النقطة اللي باقية في الدرس، نقطة جميلة وممتعة بس عايزة تركيز، اللي هي حل المعادلات الخطية باسلوب المحددات. حل المعادلات الخطية باسلوب المحددات طريقة كرامر. بيديلك في المسألة معادلتين فيهم مجهولين س وص، ويقول لك اوجد قيمة الس والص باستخدام اسلوب المحددات. الخطوة الأولى في الحل انك ترتب المعادلات بان انت تخلي س ثم ص في طرف والأرقام في الطرف الثاني بعد علامة يساوي. الخطوة الثانية انك بعد ما رتبت المعادلات هتلاقي السين بتاعت المعادله الاولى جه تحتها السين بتاعت المعادله الثانيه، والصاد اللي في المعادله الاولى جه تحتها صاد في المعادله الثانيه. فبتروح سعادتك تستغنى عن السين والصاد وتاخد الارقام اللي جنبهم وتحطهم بين خطين، ويبقى ده اسمه المحدد العام. يبقى المحدد العام ده هنجيبه من قبل علامه يساوي، ده بيبقى فيه عمود سين وجنبيه عمود صاد، ونخلص ونجيب قيمته. الخطوة الثالثة بروح اكون محددات صغيرة للمجاهيل بتاعتي، بعمل محدد سين وبعمل محدد لصاد. طب محدد سين بيطلع ازاي؟ قال لك محدد سين بيطلع عن طريق ان انت تحذف قيم عمود سين، بتروح تشيل عمود سين وتحط مكانه عمود الثوابت. فين عمود الثوابت ده؟ اللي هو الارقام اللي بعد علامة يساوي دي هتتحط مكان عمود سين، اما عمود صاد يفضل زي ما هو. يبقى انت كده رحت للمحدد اللي فات اللي كان في الصفحه اللي قبل دي اللي كان فيه عمود س وعمود ص، شلت منه عمود س وحطيت عمود الثوابت. بعد كده بتروح تعمل الكلام ده مع ص. ازاي تعمل محدد ص؟ في غلطه هنا في محدد ص، ان مكتوب قبلها دلتا س، انت في الورق بتاعك بصلحها خليها دلتا ص. بتعمل نفس اللي عملته عند الس فوق. ايه هو؟ ان انت تشيل عمود ص وتحط مكانه عمود الثوابت. زي ما كان فوق شلنا عمود س وحطينا عمود الثوابت، هنشيل بردك هنا عمود ص ونحط عمود الثوابت. بعد ما عملت محدد ص افكه واجيب قيمته.
ما اصلنا خطوة واحدة والحل يخلص، اللي هي ايجاد قيم سين وصاد. قيمة سين تتحفظ القانون بتاعها، دلتا سين على دلتا، يعني محدد سين على المحدد العام. دلوقتي قيمة المجاهيل تتحفظ القانون، سين بتساوي محدد سين على المحدد العام، صاد بتساوي محدد صاد على المحدد العام. تعال نشوف تطبيق على الكلام ده، نشوف مسألة على هذا الكلام. في ملحوظة كده اعتراضية بتقول لك لو المحدد العام اللي هو بتاع الخطوة الأولى في الحل، لو المحدد العام دلتا ده لو طلع قيمته بصفر وقف الحل وما تكملش، والإجابة تقول له لا يوجد حل للمعادلات. محدد العام ده اللي هو بيبقى فيه عمود سين وعمود صاد، اول ما تلاقي قيمته صفر ما تكملش. ليه؟ لانك لو كملت يبقى بتضيع وقتك، لانك هتيجي في الاخر تقسم على المحدد العام هتلاقي نفسك بتقسم على صفر، وده ما ينفعش. نشوف المسألة مع بعض. المسألة دي بتقول لي حل المعادلات الاتية باسلوب المحددات. المعادلة الاولى 2 سين بتساوي 5 ناقص صاد. المعادلة الثانية بتقول لي 3 س بتساوي سالب 2 ص زائد 3. تعالى نحل المعادلات ديت، يعني تعالى نطلع قيمة س بكام وص بكام. الخطوة الأولى إن أنا أرتب المعادلات. أرتبها إزاي؟ أخلي س ثم ص في طرف والأرقام في طرف. س ثم ص في طرف والأرقام في طرف. 2 س ديت في مكانها ما اتحركتش، هيخش لها من الطرف اللي هناك سالب ص، فاما تيجي عندها عشان تعدي من فوق الاشاره يبقى موجب ص. طيب في المعادله الثانيه 3 س في طرف هنودي لها سالب 2 ص تخش لها جوه، فما تيجي تخش لها جوه سالب 2 ص اشارتها سالبه، فما تيجي تعدي من اشاره يساوي هتبقى موجب 2 ص، ويبقى لك في الناحية التانية الثوابت اللي هم الخمسة وتحتها ثلاثة. كده خلصنا خطوة الترتيب. أهم حاجة خطوة الترتيب نراعي الإشارات. الخطوة اللي بعد كده تكوين المحدد العام. محدد العام دوت اللي هو رمزه دلتا المثلث، بيبقى مكون من عمودين، عمود سين وعمود صاد. عمود سين وعمود صاد اللي أنا جبتهم في أول، بجيبهم في الاول 2 وتحتها 3، ده عمود سين. عمود صاد يعني باخد الارقام اللي جنب الصاد اللي هي بيسموها معاملات صاد. على فكره المحدد العام ده بيطلق عليه اسم محدد المعاملات. يعني ايه المعاملات؟ يعني الارقام المضروبه في السين والصاد. طيب سعادتك بعد ما وصلت للمحدد العام بتروح تفكه. يعني ايه تفكه؟ يعني تقول رئيسي ناقص فرعي. رئيسي يعني 2 في 2 ناقص فرعي يعني 1 في 3. 2 في 2 ناقص 1 في 3 يطلع لك 4 ناقص 3 تطلع 1. طب تعالى بقى نشوف محددات السين والصاد بتطلع ازاي. محدد السين عبارة عن عمود السين هيتشال وينزل مكانه عمود الارقام. محدد الصاد بيطلع ازاي؟ عمود الصاد بيتشال وينزل مكانه عمود الارقام وتفك. فلما تيجي تفك بتقول 5 في 2 ناقص 3 في 1. 5 في 2 ب 10 ناقص 3 في 1 ب 3 هيطلع 7. طب تعالى شوف محدد ص. 3 في 2 ناقص 3 في 5 تطلع سالب 9. بعد ما جبت دلتا س ودلتا ص، بعد ما عرفت قيمه محدد س وقيمه محدد ص، بتروح سعادتك تعوض في القوانين بتاعت المجاهيل. س بتساوي دلتا س على دلتا وص بتساوي دلتا ص على دلتا. بتعمل القسمة يا اما بنفسك يا اما بالآلة، فيطلع لك قيمة المجاهيل سين وصاد.